طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده عندنا ليسون 3. نبتدي كده reading text. نايس حد someone to read please. wait a minute. Yes. Yes. Read. تاليا. في قطع فوق كمان. Okay, my family. Okay. My family lives in Cairo, but my dad works in Paris, France. He goes to the airport on Sundays and he catches a plane to Paris. Plane. Okay. Plane. Plane. It takes 5 hours to fly there and then he catches a plane home to Egypt on Thursday evenings. He works very hard on Saturdays. We play football in the park and we play chess. I love my dad and I'm happy when he is at home. Excellent. الله ينور. الله ينور. ماشي، هنقرا ده. حد هيقرا تاني؟ ماشي. لا لا، يعني في قطعة تانية. My family lives in Cairo. Lives in Cairo. تعيش في القاهرة. Lives in Cairo. But ولكن my dad works in Paris. لو لاحظت ان انت في الجمل ديت احنا بنتكلم عن حقائق بالنسبه لنا، المكان اللي بعيش فيه، وظيفه والدي، وظيفه والدتي، تمام. بعد كده بيقول لي he goes to the airport on Sundays. بدأنا ندخل في موضوع حاجه بتتكرر بشكل دائم، حاجه بتتكرر بشكل دائم. فجايب مين بقى؟ جايب جو، مزود له ايه؟ اي اس، فما تبقاش جو، تبقى ايه؟ جوز، تبقى جوز. يبقى نقوله كده زمن ايه ده؟ ده اسمه بريزنت سمبل. مضارع ايه؟ بسيط. المضارع البسيط ده بستخدمه في ايه؟ الحاجتين اللي انا قلتهم دول، حاجات متعود اعملها وحقائق بالنسبه لي. الحقائق بالنسبة لي زي لما قلت كده my family ايه lives، دي حقائق ليا انا. my dad works، دي حقائق ليا. طيب وايه كمان؟ عادات، اللي هو he goes. he goes ده عادات، روتين بالنسبة لبابا. طيب كوناه ازاي؟ لو انت ملاحظ احنا مستخدمين he ومزود within له s او es في اخر الكلام، اللي هو زي go زودنا لها ايه؟ اي اس. طيب هي، طب بالنسبه لشي نفس الكلام، ات نفس الكلام، بنجيب المصدر ونحط له اس او ايه؟ اي اس. طيب باقي الضمائر بنعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه، سيبهم زي ما هم، سيبهم ايه؟ زي ما هم. يعني عايز تقول انا اذهب، انا يعني اي، ويذهب يعني جو، مع بعض يبقى اي جو الى المدرسه مثلا، تو سكول يا لوجي، تمام. خليها هي، هي تبقى ايه؟ goes. يبقى he goes to school، هو يذهب إلى المدرسة. صعبة ديت. and he catches، بص بقى اللي آخر تي اتش بتسمعله مين؟ اي اس. امتى بضيف الاي اس؟ لو الفيرب آخره اس اتش او سي اتش او اكس او دبل اي اس. catches a plane to Paris. It takes 5 hours to fly there. It takes 2 hours. بصوا يا شباب،
جملة بتقول اهي it takes 2 hours to go there. ومطلوب مني سؤال، يا ترى أداة الاستفهام تبقى إيه عندي؟ how إيه؟ long. ليه how long؟ لأن how long معناها كم؟ المدة. كم الإيه؟ المدة هنا. يبقى how long، ولا تقول لي hours، ولا تقول لي minutes، ولا تقول لي حاجة مع how long. هي how long لوحدها كده، كم المدة؟ الإجابة بقى يطلع فيها minutes، يطلع فيها hours، أنت حر. فهنا how long الفعل المساعد إيه؟ ما إحنا تكوين السؤال يا جماعة أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فاعل. فأداة الاستفهام كتبناها يا يوسف how long، اتبقى لي فعل مساعد. أبص على الفيرب كده ألاقي إيه يا يوسف؟ اس. فالاس دي تخليني أستخدم إيه؟ does. يبقى how long it does. فين الفاعل؟ it. والمصدر take. how long does it take to go there. طب مثال تاني، مثال تاني يقول لك كده the plane. يعني ايه the plane؟ الطائرة takes 30 minutes to arrive in أسوان. فطالب مني سؤال، السؤال هيبقى بمين يا جماعة؟ how long. يلا جميل، how long does ها على مين؟ ها هنا مفيش ايه في هنا ايه؟ ذا بلين، يبقى هي اللي اكتبها. لو كانت فوق ات كتبناها، طب هنا ذا بلين تبقى ذا بلين. هاو لونج داز ذا بلين تيك تو دي arrive، يبقى كملها يعني to arrive in a أسوان. شاطر شاطر، مية مية، مفهومة الشباب كده؟ بعد كده and then he catches a plane home to Egypt، عائدا للإيه؟ للوطن. يبقى هو بياخد طيارة عودة للإيه؟ للوطن. خلي بالك أنا عندي كلمة journey، وعندي كلمة voyage، وعندي كلمة flight. التلاتة رحلة، تلاتة بمعنى إيه؟ رحلة، بس بتختلف بقى رحلة إيه؟ journey، باص، او كار، او ترين، يعني اي رحله طويله، مسافات طويله، تمام؟ بالقطر او بالايه؟ بالباص او بالكار، باي كار. طيب فويج، فويج اللي هي رحله بحريه، يبقى ديت باي سي، اي وسيله مواصلات، اي وسيله مواصلات في البحر. تريب دي بيقصد بيها، هقول لك دلوقتي ايه. لا ما تجيش هنا. كل دول اقدر اعمل عن طريقهم رحله تريب، لان التريب دي ثلاث من 3 لـ5 ايام، تمام؟ تروحي بقى بقطر، تروحي بعربيه، ما بيهمنيش انا، المهم المده بتبقى كده، دي تريب. تعالى كلمه ايه؟ سي، يبقى باي سي. لو انت مسافر بالبحر او بنهر، تمام، وسيله مواصلات فيه، يبقى ديت باي ايه؟ باي سي. طيب الثالثه مين بقى؟ فلايت. فلايت ديت اللي هي الرحله الايه؟ الجويه. فلايت رحله جويه، اسمك ايه؟ وذاتس ايه؟
يبقى فلايت رحلة جوية. طيب بيقول لي on Thursday evenings, on Thursday evenings he works very hard, he works very hard, he works very hard. هو يعمل بيه جد. He works very hard. ماشي. He is at home. هو ايه؟ في البيت. عايز حد تاني؟ اتفضلي. My grandmother and the grandfather live in South Africa. They live next to the beach in Cape Town. They have a beautiful house. We go and visit them. But it's a long way. It takes 12 hours to fly there. I talk بالايه، هنصلحها ايه؟ I talk. I talk to them on the phone, but they don't have a Don't have. don't have a computer. صلح don't ديت يا جماعة. So we can't make a video call. I would like to see them every day, but I can't. تمام. يبقى خلي ديت don't have a computer so we can't make a video call. We can make a video call. نقدر نعمل ايه؟ We can't يعني. المهم make، make a video ايه؟ call. يبقى الاتصال اللي هو المرئي ده make video ايه؟ call. في مشكلة كده؟ طيب I'd like to see them. I'd like to see them. هي الابوستروفي دي اختصار لإيه؟ would. اختصار لإيه يا شباب؟ would. I would like to see them every day but I can't. ماشي. Heidi by Johanna's diary. اقراها انا دي. Heidi is the story of an orphan girl, of an orphan of an orphan girl. يعني orphan يتيم. She goes to live with تذهب للعيش مع her grandfather in Switzerland. Switzerland. Switzerland قلنا اللي هي الايه؟ سويسرا. Her grandfather is an old man. He lives in a small house in the mountains, في الجبال. And he has lots of goats. Lots of ايه؟ goats. صلح صلح goat ديت، خليها goats. Goats. صلحها. سلام يا 100 100. Lots of goats. Heidi sleeps in a bed in the attic. In the attic. عارفين الصندرة؟ صندرة. صندرة في البيت كده بتبقى، كان زمان يعني، ما بقتش حد بيعملها يعني. مش نملية، لا. العلية. أيوة العلية. الصندرة. العلية. أيوة أيوة. عارف طرقة كده ويبقى في سلم تطلع لمكان فوق قاعد. لا منور ده تحت اللي فيه المواتير وبتاع. لا ده احنا جوه البيت كده في حته حاجه صندره بنخزن فيها الحاجات. She drinks goat's milk. اللي هيطلع لي غلطه في السطر ده هياخد 10 جنيه. طلع لي غلطة في السطر ده. ايه؟ نفس السطر في غلطة. الغلطة اللي طلعها ب10 جنيه. السطر ده. ده
ها جودز تبقى ايه؟ اكتبها ازاي؟ انا هكتب جوت اهو. أبص ها بس هو بيكمل كلام. طيب ابوستروف، ما نعمل ايه؟ طيب نشيل ابوستروف. ها جوتس كده بس، ملك بس، درينك محمد امير عشان هو رافع ايده من الصبح. ونحط جوتس ونحط الاس اللي هو الابوستروف دي نحطها في الاخر، في الاخر لا خالص في الاخر جودس يبقى كده ملك، جودس ملك. عشان ما احطش الاثنين اس يعني بدل ما نحط. ابعتي لمحمد امير 5 جنيه، وهاتي 5 جنيه ليوسف، ولا معايا انا 5 جنيه، هو قال منها جزء برضه. ماشي، يبقى الملكيه يا شباب قلنا للجامعه. بعمل ايه؟ الابوستروفي بعد الايه؟ الاس. ماشي يا حاج، ركز. معلش ماشي. Every day she walks in the mountains with the goats. يبقى هي كل يوم بتمشي مع المعيز. مش بتمشي يعني بتفسح معاهم، لا بتربيهم. طب هي كده بتربي، صح؟ بتربي معيز، اسمها راعية ماعز. راعي الغنم او الماعز اسمه ايه؟ راعي الماعز. شيبرد، اس اتش اي بي اتش اي ار دي، شيبرد. شيبرد ده كده راعي. Every day she walks in the mountains with the goats, her grandfather and her best friend Peter. She sees birds and flowers. She's very happy. But one day, Heidi's aunt, عمتها بتوصل, arrives and takes her to the city. Heidi doesn't like the city and she's very sad to be away from her grandfather. وهي بتبقى حزينة إن هي تبعد عن جدها. Peter and the goats, Heidi has lots of adventures. يعني ايه ادفنتشرز يا شباب؟ مغامرات. نبتدي حلنا ده، نراجع. يلا يلا بينا. جانا صح؟ ما في ملأ، في ملأ وملأ. لينا غرينا بس غايب. جت في المجموعة. or an is a child with no mother or father, orphan, يتيم. two، كل واحد هيقول اتنين بقى. are big cities. you can get milk and cheese from a goat. from a goat. he goes to the A on Sunday evenings and he catches a plane to England. ايه؟ ايربورت. هو زياد عايز يجاوب صح؟ اي زياد انت رافع ايدك، عايز ايه؟ عايز تجاوب ولا ايه؟ ايوه اجاوب ها؟ زياد رامي، نعم ما ترد يا حبيبي، كمل يا ايوه عايزه حبيبي. اجاوب. طيب كمل يا عبد الرحمن انت. قرآن is the top of the house. نمبر 5 يا عبد الرحمن.
يبقى ايه؟ يا عم قول لي دي، انا عايز دي الاول. قمة البيت بسميه ايه؟ اورفل يتيم. قمة البيت بسميه جبل. قمة البيت اورفل يتيم برضو. ما هي اتاك العلية بتاعت البيت. بعد كده I usually sleep, I usually help a home. I usually help at home. I usually help at home. His friend is very good. A sports. محمود لسه يوسف. ها؟ good at. بعد كده climb. climb بعد كده I can't climb mountain. this mountain this يا جماعة المفروض this وبعدين mountain. it is very high. بعد كده قول يا حوض. قرآن is a simple room at the top of a house attic. بعد كده she is never she is a قرآن she lost her father and mother orphan living in the desert has a lot of. لا بعد كده يسحب كريم. adventures مغامرات. adventures كمل. last week I had a lot of a dream park. adventures برضو in dream park. قول يا يوسف. or an is a place with lots of houses and shops. city. She is learning. She is learning. We stayed in a little village in the. mountains. In the spring, you can see birds and flowers. روفين. فيرينا. قولي يا فيرينا. In a small house. She's. To be away from. بعيدة عن. نعم. لا سنس. لا طب وريني كده 15 الشويسز. عايزه تبقى ايه تنس؟ لا دي في الصحراء. تنس ديت في الخيم الكرة فيها بيوت عادي. ماشي كملي يا تاليا. an engineer usually builds. We never eat to school on Friday. Go. Luigi. My father sometimes takes. I always eat programs about history and geography. I always love. ماشي. محمد أمير. He always ate lessons a day. Yes. He always has. My grandparents occasionally use جدع لأن هي my grand ايه؟ جمع ما هي جمع جراند فوزر عند جراند فوزر جمع هي جمع فيبقى ايه؟ مفرد. عندي بعد كده ريتال. we a go to school on Fridays. we never we never
ايه your father drive to work. Does. Does your father? انت مثال مصطفى صح؟ ماشي ذكري تاني. الحمد لله. He doesn't eat football on Monday. زياد رامي. Play. احنا في نمبر كام؟ هي ما قالتش ايه؟ No. ريتال ما قالتش ايه؟ قالت دو داز. اه صح يا محلول اهي. ولا زياد معلش هي دازنت البلاي. Play. ماشي. Your friends open a DVDs. Off notch. واتش صح كده. ملك كله قال اونلاين كده شباب. ملك تونيزي. He never ate his homework in the evening. He never. ملك التونيزي. Does. He never does. بعد كده does your brother eat soup like does والمصدر. ملك. ملك ايه بقى انت؟ ملك اللقب برضه. اه ماشي. يبقى في لقب كده عيله يعني فاهم؟ عيله عبد الرحيم ولا في حاجه بعدها؟ خلاص اخر واحد عبد الرحيم هو الراس الكبير عندكم. ماشي. He never does. Does your brother like farmers usually. قول يا بنت عبد الرحيم. ها farmers usually work صح. He A goes to school late. He never. ده ناس ده ممتاز. قول يا عبد الرحمن. How A do you go to the club once a week often. Where A your uncle live. لا your uncle ده مفرد. أداة استفهام يا ابني وير. خلاص في حاجة هنا اسمها فعل مساعد وبعدين كده كده بجيب فاعل. خلاص وبعدين فاعل. بص بقى لو أنا لقيت الفعل ده عبد الرحمن مصدر يبقى أنا الفعل المساعد ده هيكون يا دو يا داز يا ديد. طبعا ديد لو الكلام ماضي يعني لو في يستر داي. ماشي. طيب دو داز لو مضارع بس داز الفاعل لازم يبقى يكون مين؟ هي او شي او ايه ات. يعني اقول لك وير داز شي ليف. ماشي. طب لو يو يبقى where do you live. تبقى هنا يا عبد الرحمن. others your uncle ده مفرد يبقى احنا ناخد ايه does. هند ايه live with her uncle. انت قلت اتنين قول واحده كمان. هند جدع doesn't. جدع ايه نبيل سيستر بلاي تنس. يوسف does. تامر and his sister is a family car. ووش ليه ما خدتش ووش؟ اتنين mistakes. يا فضل الله كم صفحة اليونت دي؟
ايه؟ بدست ايه؟ صفوة؟ حد تاني هنا معاكي من الصفوة؟ مين؟ اه ندى، هي جت المرة اللي فاتت؟ ايوه صح ماشي. اصل هو انتوا في مثلا ايه بريزنت سمبل في الجرامر عليكم، ما احنا شغالين بريزنت سمبل. انا شويه كده بس اشتغل الستوري، اشتغل البوتري، تمام؟ عندكم هقول لك انا هتعمل نعمله ايه. I always talk to my friends before school. ولا هود ها بدل ستارت احط جوز؟ ده ليه يا هدى؟ مين اللي لعب في دماغك وقال لك دي تنفع؟ محمود مش انت شايف سكول اهي؟ طب هي سكول المفرد الغلبانه دي مش لازم لها اس تتسند عليها؟ تبقى سكول ايه؟ ستارتس. انت ايه اللي خلاك تجيب جوز دي؟ بيقول ايه؟ جوز يعني تبقى كلوز قبل ما المدرسة تقفل، يعني بتكلم مع اصحابي قبل المدرسة تقفل. ايه برضو ايه الانبهار في كده؟ لا يا عم ستارتس. ها بيفور سكول بس يعني ايه؟ سكول قبل اتوبيس المدرسه. بيفور سكول بس ارايفز برضه قبل ما اتوبيس. يا ابني يا حبيبي بنتكلم مع اصحابي قبل ما المدرسه تبدا. مالها الجمله يعني قبل ما المدرسه تبدا؟ يعني الصبح، الصبح مش اللي هو في الاجازه، الصبح. كمل يا حوده. داز احمد ووك ما يلا ووكينج يلا نشيله مين؟ نشيله الاي ان جي. يوسف عبد الكريم. وي دونت اوبن هاز هاز بيست فريندز اولويز لاف ات ايتش اذر. بيضحكوا على بعض. جبت ايه دي منين؟ هي نيفر بس نيفر بدل اولويز لاف دائما يضحكوا. نيفر لاف ابدا لا يضحك. هي نيفر از ليت. اه he is he is never. الترتيب ده مهم يا جماعة، شرحناه احنا في أول حصة صح؟ لا شرحناه. أحمد بلاي تنس حط never. طيب بص معايا، بصوا يا شباب انا عندي كام كلمه داله؟ عندنا كتير، عندنا كتير. يعني مثلا نبتدي من الصفر، لو الحاجه ما بنعملهاش بنقوله مين؟ نيفر. طيب الحاجه بنعملها قليل جدا، بص بقى ريرلي نادرا. عندي كلمه هاردلي ايفر، عندي كلمه سل دم. ادي ثلاث كلمات بمعنى نادرا. ثلاث كلمات ايه يا امير؟ بمعنى نادرا.
نطلع فوق شوية نلاقي مين قاعدة في النص. some ايه sometimes. طيب sometimes بمعنى احيانا. مين اعلى من sometimes؟ لا often. اللي اعلى من sometimes often. اللي اعلى من often usually. خلاص حاجة بقيت معتاد عليها، معتاد عليها يعني قليل لما يعني ما بتنفذهاش. اللي حاجة بقى اللي انت بتعملها دائما ديت ايه؟ always. يبقى الحاجة اللي بتعملها بنسبة 100% تمام always. الحاجة اللي ما بتعملهاش بنسبة 100% never. تمام كده؟ طيب لو انا دلوقتي عندي جملتين، عندي جملتين، كلمة late مثلا، يعني ايه late؟ متأخر. عايز اقول احمد دائما متأخر، يبقى هقول احمد is always late. احمد is always late. احمد is always late. دائما ايه؟ متأخرا. طيب لو انا عندي come late، come late، فاقول كده احمد شايفه usually اقولها كده احمد usually comes late. يبقى انا عندي حاجتين، الكلمات دي تيجي بعد verb to be، او ادي verb to be is، اجيب كلمة always يبقى بعد verb to be. طيب جبت فيرب مش فيرب تو بي، فعل اصلي اكشن عادي، يبقى هي الكلمات دي تيجي ايه؟ قبله. مثال تاني، مثال تاني عشان اللي مش فاهم من اول مره. ها؟ يعني ياتي متاخرا يا اخوي. كم ياتي؟ ليه متاخرا؟ لما اجي اقول لك كده she is happy واقول لك حط usually، هقول she usually is happy ولا she is usually happy؟ she is usually happy صح. طيب لو اقول لك كده she helps her mom، وعايز اقول usually، هقول she usually helps ولا she helps usually؟ she usually ايه؟ helps صح. she usually يبقى دي موقعها هنا، انما usually فوق موقعها فين؟ بعد is. طيب يجي لي ايه في الامتحان تاني؟ يقول لي مثلا she doesn't speak English. she doesn't speak ايه؟ English. يقول لي use never. use never. never ابدا. هقولها ازاي؟ she never، مفيش بقى doesn't خلاص، هات لي سبيك كده تمام، هات سبيك ناقص مين سبيك بقى؟ اس سبيك هنا ناقص ايه؟ اس. يبقى she never speaks English. صعبة ديت، نعيد تاني. اللي بعده we don't often، وجايب لي has، دور مين؟ ها انت حليناها. ايه صح، ايه ده 6. the school bus never stops
طبسة. Why do you always late? Why قلتي صح؟ انت قلت، قول التاني. لا يا يو يا ابني يجي معاها ده. انا عندي ليت يا ابني صفة مش فعل، يبقى why are. Why are. Why are. نبيل and تامر isn't watch. روفي فيرينا مش راضي الاسم يثبت معايا. نبيل and تامر don't. شاطرة يا فيرينا، 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 فيرينا 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 يا فيرينا ابي زورينا. داز علي يا دكتور، قولي يا فيرينا. إز تاليا، تاليا gets up early. هذا بيجي. ناديا not like playing tennis. لوجي ما علينا، سيبك من اللي تحتها خط، هي هتصلحها من غير ما يبقى تحتها حاجة. لا في حاجة doesn't. ناديا doesn't. نعم سقعان اجي ادفيك يعني ولا ايه؟ finish the following dialogue. داليدا this is a photo of my cousin. his name لوجي. What's it's Paris. ايه what's he is he. يلا يا امير محمد امير. How old? جدع. How old is. شيء he is yet. he is 14. where does he live. he lives he lives in Giza. what's his favorite food. He what's he What's his is what's his favorite food. لا ده بيقول لي he هو بيحب، يبقى what's his. what's his favorite sport. he plays or he likes basketball. بعد كده are you new in our school. yes I am. what's your name. it's Nabil. What's a grandfather called? What's a grandfather called? He is called Adil. What's your address? I live at. I live at. يبقى هو في اي اصلا، يبقى live. القطعة فيها مشكلة؟ تعال نكمل. الباراجراف ده هوم ورك. اف 5 6 7 8 علينا حفظنا 5 6 7 8. طيب دي بيج كام يا جماعه؟ 15. لوشي انت مالك يا لوشي؟ مالك فيها ما 16
يبقى 16 و17 و18 و19 لغاية كام الامتحان؟ بس سيب لي ذا بيست بيرسون ان يور فاميلي، ما تحلوش. دي بيجي كام اللي قبل التست؟ بيج كام؟ لغاية قبل التست احنا فين؟ 18. يبقى من كام لكام المفروض؟ لا مش واجب. M1 homework من 15 إلى 18، حفظ lesson 5 6 و7، 5 و6 و7. في حاجة النهاردة كده شباب؟ خلوا بالكم عشان المرة الجاية هنبتدي في الاوبورتيونيتيز، المنهج الإضافي. اتفضلوا اتفضلوا يا شباب.